بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع انطلاقة الشوط الخامس عشر الخاص بفئة الإبكار لقاية المهجنات الأصايل مسافة الخمسة كيلو مترات الحاضرة. معنا في صباح هذا اليوم نسير مباشرة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى التحديات الأولى والانطلاقات الأولى. مشاهدينا ومتابعينا الكرام التواجد هنالك على المركز الأول مع أوتار خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي من يتواجد على المركز الأول، بينما المركز الثاني التسلل في هذه اللحظات مع شعار محمد بن علي بن سالم بن علي الاكتبي من يقدم لنا الشعار من تسللت في هذه اللحظات إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط. نتابع المركز الثالث الوصول والانطلاق والتحديات مشاهدينا متابعينا الكرام. وهيلة سيف بن عبيد بن سعيد الرايحي من يقدم لنا وهيلة على المركز الثالث. المركز الرابع ضبا سعيد بن عبيد بن علي الميالة الاكتبي من يقدم لنا ضبا لتحتل المركز الرابع. المركز الخامس الوصول والانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام شواهين علي بن محمد بن علي عارف هيدا المري من يقدم لنا انطلاقة شواهين القادمة على مستوى المركز الخامس وسادس. التحديات الوصول هنا والانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام فيض سهيل بن سعيد بن حربي العامري من يقدم لنا انطلاقة فيض لتحتل المركز السادس وسابع. التحديات الوصول مع فعايل مبارك بن علي بن سلطان المهيري من يقدم لنا فعايل وانطلاقتها المميزة، بينما الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام هنالك من الجانب الأيمن بدأ التقدم والتحدي مع خوف علي بن عبد الله بن سيف بن سباع الاكتبي من بدأ يتسلل في هذه اللحظات، ولكن الوصول الانطلاق مع الفائزة سعيد بن أحمد بن دمينة المنصوري هو القادم في هذه اللحظات، وأيضا الوصول مع العلا مبارك بن مطر بن ضاعن المنصوري من يقدم لنا انطلاقة العلا والمركز العاشر. نختم بها النداهية الجايدة حمد بن سلطان بن سيف المنصوري قادما على مستوى المركز العاشر. هكذا هي نتيجة العشرة المراكز الأولى، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى التحديات الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام. وعلى المركز الأول تتواجد إشعار محمد بن علي بن سالم بن علي الاكتبي من يقدم لنا هذا الاسم المميز. بينما المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام الوصول مع أوتار خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي هو القادم على المركز الثاني والمركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. وهيلة سيف بن عبيد بن سعيد الرايح قادما مع انطلاقة وهيلة القادمة على المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام لنتابع التواجد والانطلاق والتحديات. هنالك الوصول والانطلاق مع فيض سهيل بن سعيد بن حربي العامري من يقدم لنا انطلاقة فيض القادمة على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت ضبا لسيد سعيد بن عبيد بن علي الميال الاكتبي من يقدم لنا ضبا في هذه اللحظات، وأيضا شواهين علي بن محمد بن علي البطين المري هو القادم مع انطلاقة شواهين. أكتفي بهذا القدر، أكتفي بهذه الأسماء. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى التحديات الأولى ولمن ناموس هذا الشوط. يا سلام المركز الأول
أوتار أوتار من تتسلل إلى المركز الأول. خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي من يقدم لنا أوتار، تستفتح الكيلومتر الأخير والخطير، كيلو التحديات بن كداس. الأسماء القادمة وصلت وهيلة، سيف بن عبيد بن سعيد الرايح من يقدم لنا وهيلة، وهيلة في هذه اللحظات القادمة على المركز الثاني. المركز الثالث تقدم الضبا سعيد بن عبيد بن علي الميال الاكتبي قادما على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والانطلاق، التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام مع ذكريات عبد الله بن رغش من طبازة بالدودة العامري، أول نداء لانطلاقة هذا الشعار، أيضا لغزيلة أحمد بن غانم بن علي بن يداه المنصوري، أول نداء لشعارك يا بن يداه، ولكن العودة للمقدمة. الله الله، انطلقت أوتار 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 مع المركز الأول. خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي من يقدم لنا أوتار مع الفوز والانتصار الرميثي، ولكن بن يداه بن يداه قادم على المركز الثاني مع الغزيلة أحمد بن غانم بن علي المنصوري. يا سلام بن يداه والأمتار الأخيرة، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار يا بن يداه من قدم الغزيلة أحمد بن غانم بن علي المنصوري. ثانيا أوتار خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي، وثالثا وهيلة سيف بن عبيد بن سعيد الرايح. والمركز الرابع وصلت ذكريات عبد الله بن راش من طباسة بالدود العامري، وخامسا المركز الخامس وصلت حظ حميد بن هاشم بن عبد الله بن خاطر الشامسي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط، تهانينا والناموس لمالك الغزيلة أحمد بن غانم بن علي بن يداه المنصوري على هذا الفوز والانتصار. لحظات الإعادة، لحظات التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، 7 دقائق 31 ثانية وجزء واحد من الثانية، تهاني والناموس. المركز الثاني أوتار خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي، التوقيت الزمني 7 دقائق 31 ثانية، 5 أجزاء من الثانية، تهاني والناموس. المركز الثالث كان الوصول على ثالث التحديات، وصلت وهيلة سيف بن عبيد بن سعيد الرايحي بتوقيت زمني 7 دقائق 33 ثانية 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس.